التقى اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بالقصر الرئاسي برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، وقدر اللقاء حول تسليط الضوء على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها القارة الإفريقية وسبل البحث عن حلول تخدم مصلحة القارة لا سيما إفريقيا المركزية. رشاد حسن طه. بعد 3 أشهر من تسلمه منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، جاء اليوم السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على رأس وفد رفيع المستوى يضم مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. لقاء سمح للطرفين تبادل المعلومات وتسليط الضوء على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها القارة الأفريقية وسبل البحث عن حلول لها. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو شجع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وطلب منه تأدية واجبه كإفريقي والسهر في النهوض بإفريقيا ورفع مكانتها عالميا. اللقاء الذي حضرته أمينة الدولة في الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي وبعض معاوني فخامة رئيس الجمهورية، شرح فيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها القارة الأفريقية. نحن قمنا بزيارة للمنطقة لدول محيط بحيرة تشاد وأيضا في دول الساحل، تضامنا مع هذه الدول التي تواجه مشاكل أمنية معروفة، محاربة الإرهاب في ضد بوكو هرام وأيضا الجماعات في كل الساحل وخاصة في شمال مالي، ونحن نساند ونقف وراء هذه المبادرات خاصة القوى المشتركة في بحيرة تشاد التي ساهمت في النضال ضد بوكو حرام، وأيضا مبادرة جديدة لتشكيل قوة مشتركة للمجموعة الخمسة لدول الساحل الذي وجدت مساهمة كبيرة من مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي والملف حاليا في الأمم المتحدة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عقب خروجه من المقابلة: إنني سعيد للقائي مع فخامة رئيس الجمهورية، حيث زودني بتوجيهات وتوصيات تساعدني كثيرا في أداء مهمة التي كلفت بها. استمعنا من سيد الرئيس رؤيته في الوضع الذي يجري في المنطقة بل في كل القارة، ورئيس إدريبي كما تعلمون هو مكلف في موضوع الاتحاد الأفريقي في هذه السنة بخصوص الشباب، وأيضا تكلمنا في الإصلاح داخل الاتحاد الأفريقي، وأيضا هو من ضمن الرؤساء الثلاثة المكلفين بهذا الملف. ويكمن دور المفوضية في تمثيل الاتحاد الأفريقي والدفاع عن مصالحه تحت رعاية مؤتمر رؤساء الدول ومواكبة عملية التنمية في القارة الأفريقية بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجميع للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق سياسة الاتحاد الأفريقي.